إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولًا بتقوى الله عز وجل وطاعته، فما فاز ونجا إلا من اتقاه، ومن توكل عليه سبحانه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. معاشر المسلمين، إن من أعظم الأهداف والغايات التي يريد الشرع منا أن نحققها تحقيق الأخوة الإسلامية الصادقة، أن يعيش المسلمون بقلب واحد وجسد واحد، يشعر الكل بشعور غيره، يريد الخير لإخوانه كما يريده ويحبه لنفسه. هذا شعار الإسلام، وهذا ديننا العظيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وإنما للحصر، أي لا يكون المؤمنون إلا إخوة. هذا حال المؤمنين، وهذا شأنهم. فإذا لم تجد الأخوة فاعلم بأنه هناك خلل في الإيمان، بقدر ما تنقص الأخوة ينقص الإيمان، لأنه لا إيمان إلا بأخوة. هذه النعمة العظمى عباد الله، والمنة الكبرى التي يذكرها الله تعالى لعباده، ولا سيما العرب، ولا سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين وفقهم للإيمان به سبحانه. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم، أي قبل الإسلام، أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معاشر المؤمنين، إن هذه الأخوة لها حقوق عظيمة، حقوق متعددة وكثيرة، ولكن أبرزها ما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، أي هذه أهمها،
أبرزها عنوانها رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. إذا حمد الله أن تقول له يرحمك الله، هذا حق له عليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، والنجش هو أن يرفع الإنسان في ثمن السلعة ليغر غيره بها ولا يريد أن يشتريها. كل جملة في هذا الحديث فيها درس عظيم وعبرة كبيرة. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا له من حديث عظيم ونبراس كريم، لو أن عملنا به لتحققت لنا سعادة عظمى ليس لها نظير ولا مثيل. لأن من أراد السعادة فليتبع ما أمر الله به وما أمر به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، أن يجعلنا ممن يؤدون حقوق الله تعالى عليهم وحقوق العباد عليهم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وخاتم المرسلين، فصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، واعملوا بطاعته ورضاه. وإذا أردتم معاشر المسلمين أن تدركوا جيدا الفضل العظيم
للأخوة في الله والمحبة فيه. فاستمعوا إلى هذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه منادٍ من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً. هكذا في كل زيارة أو عيادة، أليس هذا بفضل عظيم من الله تعالى المولى الجليل الكريم؟ ثم يا عباد الله، ثبت في الحديث الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك، هل له من نعمة تربها عليه؟ هل تريد أن تقوم برد واجب؟ قام هذا الأخ به لك؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال له هذا الملك الذي أرسله الله له: فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببت فلانا فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين في جلاله، الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تعالى أن يخرج من قلوبنا الأحقاد والأحساد، وأن يجعلنا متحابين فيه سبحانه وتعالى، نقوم بحقوق إخواننا حتى ننال سعادة الدارين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم احفظهما بحفظك، واكلأهما برعايتك، وألبسهما ثوب الصحة والعافية والهناءة والإيمان، وهيئ لهما البطانة الصالحة التي تدلهما على الحق وترشدهما إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واغفر لوالدينا وموتانا، وأصلح ذات بيننا، وألف على الحق قلوبنا، وأحسن ختامنا، واحفظنا من كل سوء ومكروه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اعتدلوا تراصوا، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وما لا شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا